في بالك هاو في بالك. مرحبا، اليوم باش نواصل نحكي لكم على حماية الطفولة، مرحلة التعهد متاع المندوب اللي كيجيه الإشعار اللي هو الإعلام بحال الطفل مهدد. يقوم بجملة من المراحل، هما مرحلة الأولى أنه يضبط الإشعار ويأخذ البيانات الأولية على الطفل ويخمم في نسق التدخل والأشخاص المعنيين بالمشكل. المرحلة الثانية هو باش يتثبت من جدية التهديد، وبعد ما يأخذ إذن من قاضي الأسرة باش يقوم بالعملية هذه، وينجم هنايا يستدعي البو والأم باش يسمع أقوالهم وردودهم على الموضوع متاع التهديد، ونجم يدخل أي مكان فيه الطفل، روضة، مدرسة، معمل، ويهز معاه أي حد يراه مناسب باش يفهم الحالة متاع الصغير كيما الطبيب ولا مرشد اجتماعي، وينجم يعمل تحقيقات بيدو زادة اللي راها مناسبة، وينجم يطلب تقارير وبحوث اجتماعية ولا نفسانية بخصوص موضوع الإشعار. وبعد التحريات يولي المندوب يفهم حالة الطفل ويقدر جدية الإشعار وهل تنطبق عليه الحالات اللي حددها القانون، وهذه تتسمى حماية اجتماعية، وتتمثل في أنه يتعهد بالحالة وحسب الخطورة يتخذ الإجراءات المناسبة ذات الصبغة الاتفاقية مع والدين الطفل، وإلا يرفع الأمر القاضي الأسرة في حالة الإهمال والتشرد وإلا الخطر الملم. المرحلة الخامسة والأخيرة وهي الحماية القضائية، وهنا المندوب يطلب تعهد قاضي الأسرة بالطفل المهدد ومساعدته باش يتعرف على حالة الطفل، ويقترح اتخاذ تدابير وقتية كان يلزم، منها فصله على عائلته حسب المصلحة، وزيد يحضر الجلسة الحكمية ويقوم متابعة القرار اللي مش يصدره القاضي. المهمة صعبة والمسؤولية أصعب، خاصة وقت اللي تقرر فصل الطفل على عائلته. هذاك علاش كل واحد فينا يزم يعاونه باش ياخذ القرار الصائب، خاطر يهم مستقبل الأطفال المهددين. إن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك هاو في بالك.